السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في فقرة خذ العلم هالأسبوع، أول حلقة من هذا الأسبوع واللي بدت بكل قوة بلقاء ساخن مع مدير الإدارة الشيخ إبراهيم الحسين اللي أثرى اللقاء الشيق والجميل اللي أقفل فيه جميع الملفات المثيرة للجدل والتساؤلات اللي حاصلة في الوسط الإعلامي وخصوصا في المحيط أو البرامج الواقعية. أصبح عليكم وأصبح على النقاد الجميلين اللي معي. أبو حمود صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور، طال عمرك أنت وإخواني النقاد جمهورنا الغالي. يا مرحبا ومسهلة، ليلة دافئة نوعا ما، مع إحنا لابسين ثياب بيض لكن الليلة دافية، تتفقون أكيد. كيف شفت لقاء أبو صالح اليوم؟ طبعا ابو ابراهيم بيض الله وجهه ووجه السامعين والانيق تركي الموسى اضهوا الليله في مثل يقول قفلنا الملفات بالضبه والمفتاح. هم الليله قفلوا الملفات بالضبه والمفتاح وحطوا عليها شمع احمر، انتهينا سكر الموضوع. جاك تركي الموسى طبعا قال يا اخواني خلاص نعلن اعتزالنا من خلال هذه الشاشه، بيض الله وجهك يا ابو فهد، الشاشه هذه طال عمرك خير ما اخترت انك تعلن اعتزالك من خلالها، الله يوفقك ويوجه لك. اما ابو صالح لا تعليق على كلماتك، ما اصلا ما في تعليق بعد تعليقك يا والدنا الفاضل، كلامك جزل واجوبتك اتوقع ما في احد بعدها بيقول كيف اعطنا تفاصيل، انت سكرت التفاصيل كلها، لكن الله يوفق الجميع في امر الدنيا والاخره. قولوا امين. امين. ابو عنزي صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو فرح، صبح على الزملاء الفاضل وعلى الساده المشاهدين. ما أزود على كلام أبو حمود في اللقاء المثري هذه الليلة، إلا أنها فعلا وضع النقاط على الحروف وأقفل يعني كثير من الملفات والتساؤلات التي يعني سبقت الفترة الماضية، بل أن يعني بعض التساؤلات كانت يعني من مدة أكثرها من سنة ونص أو سنتين، والتعريج اليوم عليها كان يعني بشكل واضح وشفاف من أبو صالح، يعني وكما عهدنا من أبو صالح الصدق والشفافية في كل شيء. الله يعطيه العافية، شاكرين لأبو صالح وكذلك شاكرين للأخ الصديق تركي الموسى. شكرا أبو عنزي. أبو مناحي صبحك الله بالخير. مرحبا يا أبو فرح، صبح على الزملاء والمشاهدين والمتسابقين. ما عاد ودي أعلق كثر ما علقوا الشباب ما قصروا، ولكن أبو صالح اليوم طبق بقولة تكف شر الحليم إذا غضب، اتق شر، صح صحيح، اتق شر الحليم إذا غضب. وصراحة محزنين، أحزنني أنا خصوصا كثيرا تصريح تركي الموسى باعتزاله، والله يوافقه في مسيرته الإعلامية القادمة هو الحياة بشكل عام. اللهم أمين، كل الأمنيات بالتوفيق للزميل تركي الموسى في محطاته المقبلة، محطاته الإعلامية المقبلة. نبدأ في أول محورنا، المحور الحزين اللي هو البرايم. أبو مناحي شفنا مغادرة فيصل بن شداد، أسأل الله له التوفيق في محطته القادمة. رسالتك لفيصل. والله يا أخوي شوف، فيصل بن شداد ما هو بكسور في زملائه، ولكن أشوف أن له الحقية في الجلوس ولا غيره المغادرة. الله أكبر، الله أكبر، حضور يعني نقول قدامك الوفق والفال الزين إن شاء الله، وقدامك مسيرة إعلامية ناجحة لأنك برزت وقدمت ونجحت من خلال شاشة الواقع. إذا جهز مقطع الفيصل بلغني يا مشعل. جاهز ولا أي عطني لحظة خروج فيصل بن شداد. حطونا دون الاسم لو تكرمته. وإن غادرتنا جسدا جسدا روحك ستظل باقية فيصل بن شداد. وعسى الله لا يسمح خطا ساعة الفرقة. فما
الحل والكاية تبعير يدك العوايق داك لو راسه معرقة تمرت تجارب والبشر معك والله بالحال والماضي اللي فيه أنا أبو عنزي. أنا أول شيء دعواتي لفيصل إن شاء الله بالتوفيق والسداد، وإن شاء الله تكون يعني بداية جديدة وانطلاقة موفقة للفيصل. يعني جلس في البرنامج مدة قليلة لكن حصل على يعني محبة الزملاء وكذلك محبة الجمهور، والله يوفقه إن شاء الله وفاله التوفيق دائما. أنا يعني لفت انتباهي إبعاد المتسابقين عن المسرح، وهذا الشيء يعني الجميل اللي طالبنا فيه قبل كذا، بحيث انه يعني يحجب بعض الاجابات عن المتسابقين اللي متواجدين في البرايم بعض زملائهم، وهذا يعني شيء جيد. انا عندي نقطتين تخص البرايم بشكل عام وتخص المقدم البرايم عادل بن هيف. عادل حجب صوت القريني بسبب انه تاخر 10 دقائق. أنا أقول يعني لابد أن يكون فيه مرونة في بعض الفقرات، يعني مسألة 10 دقائق ما تعتبر تأخير، ربع ساعة ما تعتبر تأخير، أعطه مجال يا أخي خليه يدخل، بل أن حجب الصوت هذا يمكن يكون سبب في خروج شخص ثاني غير فيصل. صح بالضبط، لأنه حجب صوت عنه، يمكن الصوت هذا يروح لصالح فيصل ويطلع شخص ثاني، نعم يغير النتائج ويقلب يعني المعادلة. بالضبط، لابد ان يكون فيه يعني نوع من المرونه. عادل يعني عهدنا منه يعني الجمال في التقديم، وبالضبط عادل يعني مقدم ما يشق عليه غبار يعني، بس تحسه قاسي البرنامج ذا قاسي. اي نعم، هو قاسي عليهم البرنامج ذا ومتمسك في فقرته بقوه من حقه، لكن يعني لابد ان نقول الحقيقه ونقول اللي احنا شايفينه. يعني في المقابل عادل بن هيف ما شاء الله، شفت له مقطع مع ريان الساهري تكلم يوم اي نعم يوم انشد مشرف الشمري. عادل بن هيف طبعا بنباهته اللي احنا عهدناها منه وبصقارته، يعني عادل يقتنص الفرص حتى من اعين المتسابقين. كيف يعني عرف ان ريان يعاني فقد من تعابير وجهه، يعني هذه ما شاء الله تعتبر ميزه او فراسه. بالضبط، ميزه يعني اذا وجدت في المقدم تعتبر ميزه جميله جدا. عرف من تعابير وجهه ان الشخص هذا حزين، فمثل ما شفتوا قال له انت تعاني من الفقد، وش فيك؟ قال جدي الله يرحمه ويتجاوز عنه. ودخلنا يعني في المقطع اللي انت شفتوه، حتى انه ما شاء الله ضرب في السوشيال ميديا بشكل قوي. اي نعم، دعواتي ان شاء الله الفيصل بالتوفيق والنجاح، ودعواتي للعادل ان الله يرين قلبه على المتسابقين في المرات الجايه. اللهم امين. ابو حمود. اي ابو حمود الله يرحمه، انا قايل لكم يا اخواني لا تقولي ابو حمود بعد ابو عنزي لو سمحت. الله يرضى عليك. يعني الرجال ذا يطعم لك، قلنا من اول ان الرجال ذا يليس. الحين صار يدفن. الله يرضى عليك يا محمود. بالتوفيق الفيصل بن شداد، شكرا لكم. فيه صراحة صورة للناقد الكبير محمد بن مناحي. وش الصورة دي؟ صورة جميلة صراحة. طيب دقيقة، كم أنت الحين اخترت أبو صورة يا أخي يعني أبو مناحي صورة له. طيب حنا وحنا طيب. لا هذا اللي طلع معي، هذا دل ان شاء الله تجربتي ناجحه ما شاء الله. الصوره بس مهداه لي. اي مهداه لك. طلع عندك جمهور. اكيد. لاحظ مشعل جاهز الصوره، اعطوني اياها الحين اول محور هي. اعطونا الصوره لمحمد مناحي. عسل رزقك لا يحرمنا. امين. اهداء لمحمد مناحي يا اخي، سبحان الله عطايا. طيب يا اخي كل اهل الله ما شاء الله، لا اله الا الله، الله يقسم الحسد في الارض. اما يهدونا كل صوره ما يهدونا. اذا جاهزه. ايش الشقر دي يتعدى حدود القريه. حلو هذا السالف. ما اعرفه هذا السالف. ما اعرفه السالف. سناب في سناب الناقد محمد مناحي. يا ربع عج وهوى. اقعد دور. والله ما استرى. انا شفت صوره السالف حسبت استهبل.
هذه من سناب ابو مناحي. اي أيوة والله كيف ما شاء الله عليك. حي والله ذا العين ابو مناحي، هذا الناقد اللي ما شاء الله صوته نسمعه حتى واحنا في الشارع على المتسابقين. يا الربع المقدمين لا يتجاوزون يا ولد. احنا حاطين اول شيء احنا جمعنا بالشقردي ناصر الصلف المري. ايوه اداء وجبه افطار الشموم. أيوة. يتعشى مع مالك القناه. لا اله الا الله. دقيقه كمل. قد ذا مدير القناه كمل. ايوه موجود كمل. ايوه احنا وجهنا دعوه من ابو صالح على وجبه خاصه. ايوه خبر احنا رجال ناكل تاكل بولادكم. ايوه هذه من مواهبنا في الحياه. ايوه فتواجدت بوجود الشغموم والشقردي. فحبيت ان سنابي ينول بوجودهم. فهذه وجبة افطار. ايه؟ وجبة اكل يعني ما عليها اعلام ولا عليها شيء. حلو. وبوجود مدير القناة. ايه؟ عاد لكم شيء قدموا على مدير القناة. خلاص تخبوني. خلاص للحين خلصت. اول شيء طال عمرك كيف احد النقاد الذي يطالب بسياسة العدالة على المتسابقين وعلى المقدمين يرتكب خطأ مثل هذا؟ اولا اذا كانت وجبة افطار لك يا محمد مناحي جوالك ما يفطر معك، جوالك مو بصايم، جوالك خليه ينطق في مخباك. الشقردي والصلف انا اطالب بخصم على الاثنين ذولا عشان ثاني مره اذا متسابق يطلع حتى لو في جوال ناقد، حتى لو كان ناقد قول يا عزيزي لو سمحت سياسه البرنامج تمنع ظهوري في اي منصه اجتماعيه ما دمت في البرنامج، لذلك اطالب بخصم على الصلف وعلى الشقردي. خلوا محمد مناحي ينفعكم رغم انه ناقد مجنن من لوادم. لا 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 مبتسمين ترى الصلف وشقردي شغلي الشغموم مسفهلين. طيب حاسين بالامان مع ابو مناحي خلاص هذا ناقد. ابو مناحي اتمنى ان هالحركه طلبا وليس امرا انها ما تتكرر. والله شوفوا هي على حسب المزاج يعني وعلى الجو صراحه على حسب المزاج يعني. شلوا الليله يا شقردي يا الشغموم شلوا الليله. طيب طيب سالم عدي كما وضح لنا كلنا وابو عنزي سالم عدي واضح انه في محبه جارفه من زملائه وتقدير كبير وهو يستاهل وهم كفو. ايش تشوف في سالم عدي؟ والله سالم الصدق يا جماعه انا اشوف في هذا الرجل. انا طبعا من الناس اللي حضرت تصفيات سالم ومن الناس اللي يعني اللي اعجبت في شخصيتهم. ايوه ايوه صرح صرح. خوينا اللي طلع فيصل شداد. لا 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 اللي قبل حسان حسان حسان. ايوه حسان هذا الاثنين يعني اللي ما شاء الله شخصياتهم عجبتني في التصفيات الاخيره. انا اشوف في هذا الرجل شخصيه القيادي شخصيه المسؤول، يعني تحس ان الشخص هذا مسؤول عن الجميع مسؤول عن المتسابقين لدرجة بعض التصرفات اللي تصدر من بعض المتسابقين لو تركز في نظرات سالم ترى أن الشخص هذا غير راضي ومثل اللي ما له حيلة يبغى يعدل أشياء واجد. لكن ني نعم لكن يعني الباقي تونا أسبوعين يعني باقي ما كملنا يعني الميانة ما بدأت يعني ولو صارت مراحل متطورة. هذا الشيء الثاني الأول. الشيء الثاني ما يدري عن ردات الفعل. فأنا متأكد الشخص هذا إذا انغمس يعني الفترة القادمة القليلة مع المتسابقين أكثر أن الشخص هذا بيكون يعني خلنا نقول الأب الروحي لهذه النسخة. سالم معدي أنا أشوف فيه الشخص القيادي الشخص اللي يمكن بل أني أجزم أنه يستطيع قيادة المتسابقين البقية. يا رجل بعض التصرفات لو تلاحظ ملامح سالم معدي في تصرفات بعض الشباب تحس أنه يستحي عنهم هو تحس ان يستحيهم بعض التصرفات. واضيف لك على ذلك إيه؟ البارح يوم هم يرشون الماء في الهنقر وكذا ويلعبون والله انه بينهم والله انه بينهم ويروحون من اليمين ويسار ما يجونه الهيبه مقدرينه الهيبه يا حبيبي مقدرينه هذا الهيبه وهو يستسعون بعض الربع قاعد يرش على منهم الثاني قال تكفى يا سالم تكفى يا سالم انا طالبك ما تجي انا طالبك خلاص يوقف. البرايم الماضي اعلى تصويت من المتسابقين للي في البرايم سالم معدي والبرايم هذا اعلى تصويت من المتسابقين للي في البرايم سالم عدي. ان دل هذا دل انه لا ينحاز مع جروب او شخص ضد شخص مع الجميع يعني عادل هو هذا مثل ما قال اخوي نايف ابو حسي روح القياده. طيب قائد مراجل سالم عدي دام انه قائد مراجل انا اشوف انه اخذها بحبيه وليس بجبريه. سالم عدي عندما اخذ القياده ما اخذها منه بالقوه، اخذها بمحبتهم وبرضاء من الجميع. نعم انا اشوف انت يا سالم عدي
هو الأب الروحي اللي يجازي ويحتمون فيه، وأنت يا الصلف اللي يعاقب. أنت يا سالم المعدي، الدليل سالم المعدي، وش سوى أنت ويا العلياني؟ وش سوى يا أبو مناحش؟ العلياني طال عمرك شوف وش سوى البارح يوم أعلن حصانة الأول لنهال العلياني، قال مادح عادل مطيري من تهدي النقاط؟ قال أهديها لسالم المعدي. شفت؟ يعني اتفاق اتفاق كلهم من سالم عدي، حصانات تهدى، ايه اخذها بمحبه يا اخواني، هنيئا لمن اخذ بمحبه. سالم عدي انت قائد نسخه مراجل باتفاق من المتسابقين ومن المقدمين ومن النقاد، انت قائد اخذتها وهبك يا الله هذه المنزله بمحبه الجميع، فصخرها تسخير فوق تسخيرها اللي هي عليها الان. انا ادري ان اللي عاقب في هذه النسخه او اللي انت تعتمد عليها سالم انها الصلف، حاول دائما انك تحلها ودي، ولكن اذا نشبت عطها للصلف وبيقوم بالواجب. لكن انت يا سالم انت يا سالم وش بتقول عقبه؟ بتقول عقبه شيء؟ لا والله، بس احرجوه ترى هم يحرجونه، يعني حتى لو احرجوه مهما كان، حتى لو احرجوه هو شوف يا اخي سبحان الله، اذا اتفقوا الخلق على محبه شخص ما حد يقدر ينفيها. ليه؟ لان الله اللي ينزل محبه نعم. الشخص في قلوب خلقه نعم. وانزل الله محبه سالم بن معدي وقلوب المتسابقين، نعم. المتسابقين طبعا كلهم هنا جايين المنافسة، لكن سالم معدي سبحان اللي وهبك. لا رجال، حتى الشاشة قابلته، المتسابقين قابلينه، النقاد قابلينه، المقدمين قابلينه، كل الناس قابلين هذا الشخص. يستاهل سالم. جهزوا لي العلياني في كونفشن روم. أبو حمود العلياني عنده يقول هذا ما هو برياليتي، هذه ما هي واقعية، هذا تصنع قدام الكاميرا، يقول لزملائه، يقول منزعج من التصرفات اللي قاعده تصير امام الملأ، ايش تقول في نفسيته؟ هل معه حق ان يتكلم بهالكلام؟ شوف المزعج اذا قال اني انزعجت فهو صادق، والصادق اذا قال فلان صادق فهو صادق، والكاذب اذا قال فلان كاذب فهو كاذب. عبد الله بن سعيد انسان مزعج، خلينا نتفق كلنا ان عبد الله بن سعيد انسان مزعج، ولو قال اني انا انزعج فهو صادق، هو عايش في وسط المعمعة في وسط الإزعاج، فلما يجي واحد من وسط المتسابقين ويقول أنا منزعج فهو صادق. ترى الوحيد اللي ممكن يصرح بأي شيء تحت الهواء في الهواء بينه وبين المتسابقين بينه وبين نفسه عبد الله بن سعيد، بيجيك يقع عليك إياه. نعرف ميسك الرجال ذي يقول كل شيء، الرجال ذي ما عنده شيء خطوط حمراء. طيب ليش ما نفهم أنه يبيع أو أنه يتسلق على أخوه؟ ليه نعتبر الصراحة دائما بيع؟ ليه ما يكون الصراحة صدق يقال؟ صحيح، بس أحيانا الصراحة تكون فيها حياة، يكون فيها مجاملة. لا لا لا، مو هو مسألة ما فيها حياة، لا هو شاف أن بعض الأشخاص ما في وجه حياة عيا، قال كما تعاملني بعاملك. تقدر تقول على الهواء؟ طيب تقدر تقول على الهواء؟ أقدر أقولها في الهواء، اللي تحت الهواء فوق الهواء عندي يا عبد العلياني واحد. إي يا رجال، ماني مثل بعض الناس تحت غير وفوق غير، لا انا وجهي واحد. عمله عبد الله العلياني. ابو عنزي، تشوف ان المتسابق صاحب الوجه الواحد راح ينجح في الاعلام وفي البرنامج بشكل عام؟ والله يا اخي شف، احنا لازم نفرق يعني بين الشخص اللي يجي يعني بشخصيته الحقيقيه ويطلع بواقعيه لكنها يعني تكون واقعيه مقبوله على الشاشه، وواقعيه فيها نوع من المرونه. في المقابل عبد الله العلياني انا اقول انه صريح فعلا، قاعد يقول اشياء حقيقيه، لكن الصراحه في بعض الاحيان جارحه. صح بالضبط، فالمتسابقين ينجرحون من الكلام هذا. انا هني عبد الله يعني على صراحته جدا، ولكن يعني نبغاه يهدي شوي، المفروض ما علمنا يعني. لا يعلم، بس عاد ما هو هو فضح في الشباب، الشباب منزعجين من هذا الحين. بالنسبه لنا احنا لا والله مستانسين، بيض وجه، نبغاه يقول اللي احنا نقوله فعلا. بالضبط، هذا هو الصح. لكن تجي مثلا واحد من الشباب يقول والله احنا على قلب رجل واحد، يقول لا ما نبع على القرب الا في مشاكل وخلف الكواليس مشاكل، هذا اللي قاعد يتكلم ده وش بيكون موقفه؟ شوف هو صح ان الصراحه بعض الاحيان والله ما ليبها، لكن شوف احيانا توجب عليك. عبد الله بن سعيد الصراحه عنده في كل الاحوال جده دائمه، لازم يسوي كنترول شوي. هذا ينطبق عليها اللي يقول فيها الصراحة مزعجة وأنا صريح، تزعجك ما تزعجك بقولها. فعلا جاهز عبد الله؟ إذا جاهز بلغوني. جاهز أعطوني تويندو، أعطوني تويندو. أحيانا أبو حمود ترى الصراحة يبيلها أسلوب مهما كان. أنا ماني ضد أنك تكون صريح، بس يكون فيه أسلوب.
الاسلوب زين دائما، لكن عبد الله بن سعيد رجل ممثل عظيم مع رخصه مهنيه تدل انه متمكن في دور التمثيل. يعني حتى لو قال انا كنت امزح والمزح تمثيل، لكن في بعض الحقائق بيقول نعم انا ما كنت امزح وهذه حقيقه. يعني مثلا انا عبد الله، شوف اسمه الان يا اخواني، عبد الله صباح الخير يا عبد الله. مرحبا ومسهلا، صباح النور. الله الله والهدوء فيك الليله، الله والجمال فيك الليله يا اخي. انا اهنيك، اهني رخصه الاعلام ورخصه التمثيل اللي استلمتها امانه. لا تنسى والله لا يزيدك، كرهتني فيها يا صالح المكسر. طيب بما عبرت عنه يا عبد الله بن سعيد، هل هو حقيقه ام جزء من مهنيته الرخصه اللي انت حاصل عليها؟ ايش اللي عبرت عنه؟ يعني هل الصراحه اللي انت قلتها، اللي انت عبرت بها، ان المتسابقين مزعجين، يعني يتقمصون ادوار ما هي بادوارهم، يقومون بدور ما هو بدورهم، يعني هل هذه حقيقه ولا جزء من التمثيليه؟ اول شيء اصبحكم الله بالخير. صبح طلب انه اذكر الاجابه. انا شيء عندي تنويه بسيط لو تسمحوا لي. تفضل. محمد المناحي لا تستعجل بالسمبوسه. خلنا في موضوعنا عبد الله الوقت شوي، بس خلنا في موضوعنا، تكفى لا انت في رمضان نبغى السمبوسه يا رجال. خلنا في موضوعنا. انت ذمرت من صوت فؤاد، تذمرت من المتسابقين وتصرفاتهم، تذمرت من الجو بشكل عام. مزاجي يا اخي، راي هذا رايك، ما تقول برنامج واقعي. حلو، يعني ياخذه تحت الهواء واروح اقول يا اخي ليش تسوي كذا. حلو، تعجبنا الصراحه. يا سلام، انا شل بالصوت بس ما عجبني صوته. الله، بس انا مسمي فؤاد عبد الله عندليب النسخه. عندليب النسخة، هذا وانت متضجر منه مسميه عندليب. ام كل في شيء عشان لا ما تصرع يا اخي، ما يبلا يقتل على صوتك. انت تضجر من الصوت ولا من درجه الصوت؟ وش الصوت نفسه ولا من درجه الصوت؟ والله هذه ماني في استوديو عشان اعرف الدرجه والصوت وش كيف. هلا في استوديو، انت الان حكمت عليه باذنك، انت في استوديو. انا في استوديو. ابو مناحي صباح الخير. عبد الله ابو سعيد صباح الخير. اتمنى من ابو سعيد أن يأخذ الموقف الجد بالجد، ويأخذ المزح بالمزح، ويأخذ الحزن بالحزن. يعني ما هو بصدق كل حياتك جد في جد، مزح في مزح. لا ما هو صحيح، حياتي ما هي مزح، كل موقف له حد. ما أنت الآن في كوبش الروم، سألك أبو حمود سؤال، قلت أنت أنا أستاذ أمكم أبو حمد مناحي بالسمبوسة. أنت وعدت ما عندي لك سمبوسة. عندنا فقرة قول وفعل. لا سم، في فقرة اسمها قول وفعل. إي وين هذي؟ أطالب محمد مناحي أنه يجيب السمبوسة. السمبوسة إن شاء الله بتجيك، والخير بيجيك ان شاء الله. ها. لكن اللي انا ابي منك الان علشان اجيب لك السمبوسه، يا ليت بس تزود الليمون يا كذا كثير كذا. عبد الله اسمع يا عبد الله. هلا به. ايوه محمد بن هذا اللي عرفه. نعم، اقرب لك من اسمه، ما انت شايفها. الله لا يشكر ربك. على قطله السمبوسه، تدري على قطله. انا الحين يا رب لا تجعل الموقف بالحق. ابي منك الجديه رجاء عبد الله سعيد العلياني، ابي منك الجديه. دقيقه، صدق احنا الان في محور صفر. وين راح يا رجل؟ احنا الان في انت عندك احد يبلي عليك؟ لا انا اقول الان جديه. قمت تمام. تمام، هل نفوس الشباب فوق الهواء وتحت الهواء كما هي؟ لا. بعدي وش بعدي؟ حلو الله هذا الصدق. العظيم انك انت كذا. طيب هل في خلافات بين الجروبات او تحزبات بين اشخاص ضد اشخاص؟ نعم، تراك ما شرتونا بالجروبات، ما نعرف الا جروب. طيب خلاص طيب. بعيدا عن الجروبات، هل هناك تحزبات اشخاص ضد اشخاص وكذا؟ لا. طيب الخلافات وش هي؟ طيب اللي تقولها زعل عتاب، يعني تحطني في هانجر 90 يوم ما يجي بيني وبين رفيقي زعل. حلو. اقعد اجاملك، الاخوه اللي فيها مجامله ما تصلح. حلو، ما هي الاخوه ذي. يعني الزعل يحصل، يعني عبد العلياني يعترف ان في خلافات بين الشباب. يحصل خلافات، وانا حصل بيني خلاف انا ورجال، وعلمته في وجهه وقلت كذا كذا كذا. يا اخي ترى يا محمد مناحي انت وحقين النقد ذولا. لا لا, لا 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 اسمع، انت هنا ما تنقد. ها لاحظ، انت هنا ما تجاب الا طيب ابشر على درب نقد. ابشر على وجهي، انا ننقدك في كلام جبناك واعترفت، بيض الله وجهك. طيب على خشم، اما انا والزملاء لك الهواء بعد الفقره، خذ راحتك. طيب بس لك سؤال، قول لا اله الا الله. تفضل. هل محمد مناحي؟ لا تسال، خذوا عقلك، لا تسال، اجب فقط. لا تسال، اخذوا عقلك في كرتون بصل. نحره وبقى. لا تسال، اجب فقط. لا تسال يا اخي، انت هنا تجيب يا عزيزي. يا اخي انت يا اخي ابو مناحي، عادي يعطيك على جوك يقول لك تفضل. لا تسال، قول لا اله الا الله. لا تسال، اذكر الله، ذكرنا الله الف. ما يجي بينك وبين خوياك عتاب؟ لن اجاوب. ها خلاص انت
نفدك لا تسألني نفدك. لا 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 ما صالح المكسر أنا صالح المكسر وسلطان اسمي ونايف الأكنبي كلنا على قلب واحد وكلنا على كف واحد ولا بيننا شيء ولا بيننا شيء. الزعل يحصل العتاب يحصل الخوة اللي ما فيها زعل. طيب يا أخي طيب يا أخي هذه مجاملة بيض الله وجهك. احنا جبناك عشان الأمر هذا وصرحت بها أنت بالفم المليان أصرح بيش نعم العتاب يحصل العتاب يحصل. هل مستعد هل مستعد عبد الله العلياني؟ ما في خوة ما في زعل. هذا يقول ما في خوة ما في عتاب يا أخي هذا وش طيب أنا معك أنت صرحت إن في زعل يا حبيبي. أنا سألتك حين جبناك عشان المحور هذا وبيض الله وجهك اعترفت قلت نعم يا إلهي. هذه نقطة. الثانية هل عبد الله العلياني مستعد يقول اسم نعم في خلاف بين فلان وفلان يذكر أسامي؟ شايفني مزكي اول شيء كيف يا تفضل ابو عنزي ابو عنزي كيف مزكي قال علوم محمد مناحي عيب يا ابو مناحي انت في فقره نقد انسان عادي. دقيقه دقيقه عبد الله دقيقه الحين انت كيف ترضى تمثل على نفسك بالاسم هذا؟ انا اقول شايفني ما قلت انا فلان كذا. طيب حتى نطق الكلمه هذه اصلا ما يعني ما هو مكانه ولا هو بوقته انك تقول الكلمه هذه. هذا اول شيء. الشيء الثاني انت تقول شايفني مزكي وانت قبل شوي تقول اي نعم في خلافات وفيه مشاكل وما في واحد ما تجي بينه وبين زميله مشاكل. احنا ما قلنا يعني الكلام هذا انه غلط. الكلام هذا صحيح في البرامج الواقعيه يحصل مشاكل يحصل يعني تحزبات لكن انت ما تلاحظ يا عبد الله انك ازعجت المشاهد وازعجت المتسابق وازعجت الناقد يعني بصراحه كلي محصوره على ترى بيننا مشاكل ترى بيننا مشاكل ترى بأن... طيب شوف لنا حاجات جديده عطنا يعني اشياء موجوده جديده يعني حصرت على المشاكل. طيب. جينا نسالك على موضوع التحزبات قلت لا ما في تحزبات. طيب وش المشاكل الموجوده؟ طيب حلو خلصت يا طويل العمر عشان خلص دقيقه 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 بس عبد الله ابو عنزي ابيك تشوف المقطع. طيب جاهز المقطع مشعل عطني عطني المقطع يرجع ابو عنزي المحور قال فقره كان معك لكن هو تتفقون معهم تتفقون معنا دقيقه تراك ما لحقت على الكلام كامل. انا اقول بهريجين عدونا لا لا والجميله قام يطوي الحلطه يا عبد يا عبد الله ويلا من جينا في جلسه يلا داخل منك يشل بالصوت ولد ما دي بواقعي يا عبد الله صل على النبي اللي يد بكبدك على اليمين اربطه لك يا اخي جعلني فداك انا اللي يد بكبدي بقوم اجبل كبده اكله تيس قدامي واكل لا ولد لا والله غالي تخيل تيس احمر اذنيه اطوله انا اكله صدق بالصوم صوبك هناك لا تطلع من البرنامج تكون شمال الى خلاص بعدين سامي اقرا من ورا شو اعطونا اعطونا قشوب اعطونا فايد عبد الله عبد الله سامي من اللي اذوك؟ طيب اقدر اجاوب انت تضحين نقتوني كلكم خليني اجاوب على الرد احنا علقنا وعرجنا على الموضوع ما علقتوا ايش؟ الان ابو عنزي يقول لك من اللي اذاك؟ بجاوب على ابو عنزي دقيقه قول لا اله الا الله حق اول شيء يقول انت قبيل قلت انك طلعت تقول في عتاب وفي زعل ما في خوة ما يحصل فيها عتاب وزعل صح؟ طيب وانك قلت كيف اقول في متسابقين بينهم الشيء ذا والشيء ذا صح؟ بينهم خلاف صحيح في فرق انك تقول ان في ناس بينهم زعل انا زعلت انا يا عبد الله سعيد العلياني زعلت من متسابق ومن شكته وعلمته من حقك لك ما ترضى حول ولا قوة الا بالله اسلم صراحة مكسر في كل شرك المهم اما اني اجيك اقول لك والله يا اخي في فلان وفلان ترى بينهم كذا وكذا شايفني دباب جماعة غلط يا الربع ما يصير اما الامر الثاني المقطع ذا انا نوهت عليه من حقي اشغلتونا هذا ما هو انت يعني برا في البرامج الغير واقعيه 24 ساعه يا لا لا ما هي بواقعيتي عندي من اللي اذوك يا عبد الله من هم؟ انا اذيت نفسي روح شوف مقاطعي وانا اغني اقول لو 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 اغني 24 ساعه تناقض نفسك يعني؟ ممكن كني يا اخي خرفت البر ما ادري يا ما في ممكن وخرفت احنا ما نبجيك هنا تستهبل ولا تقول ممكن يعني احنا نخاطب يعني شخص عاقل اذا انت شخص مجنون ارجع يا اخي للهنجر ولا خش شنطتك انا يا طويل العمر والسلامة انت مجنون؟ المقطع ذا انا اسال كنت مجنون؟ شايفين القناه قناه شهار؟ ما ادري عنك قناه الواقع ما حد يشوف الطايف والله من يوم شفت هذه اسقاطه على زملائك ترى وشي؟ اقول اسقاطه على زملائك تقول شايف القناه ما صدقت
انت قاعد تتكلم عن نفسك، تكلم عن نفسك لا تكلم عن احد. عبد الله اسمع اسمع عبد الله، لا تجاوز حدودك، فكني من الهمجيه اللي ما لها لزوم. ما هي همجيه الا همجيه وزود. قاعد تسقط على زملائك، تسقط على القناه، تقول اشهار. انت بنفسك تقول لا اسقط على قناه ولا اسقط على زملائي. لا تسقط على قناه وتسقط على زملائك. وش اللي يمكن معنى كلامك؟ عبد الله اسمع اسمع، في خطوط حمر. اسمع لا تقول لي اسمع اسمع الا اسمع، تكلم بعقل عبد الله، لا تكلم همجيه. انت شخص همجي، انت شخص همجي. لا شخص همجي عبد الله، شايب ولا يعني لا حتى هنا تتكلم بالطريقه الهمجيه. شلون تتكلم معه بالطريقه ذي؟ قبل شوي تكلم مع صالح بالهمجيه هذه، وتكلم مع محمد بن احي بالهمجيه هذه، قاعد يتكلم معي يقول اعطي سمبوسه. بالله هذا الرجال يتكلم معه ولا هذا رجال عاقل عقله مالي الراس يتكلم بالطريقه هذه؟ يا اخي استورد من الرجال ورد عليه. حنا جايبينك هنا علشان محور، والفقره هذه ما جت الا عشان محاور. عندك كلام رد بالكلام اللي احنا نعطيك اياه، مو بترد على مزاجك. اذا انت ما انت برايك يا اخي هذه شغلتك. اذا في ناس مزعجينك ومطلعينك من طورك يا اخي، وفقدت نفسك وفقدت اعصابك، هذه مشكلتك يا اخي. ترى مالك الا اسبوعين. فقدت نفسك وفقدت اعصابك وفقدت عقلك وانت مالك الا اسبوعين. اذا انت ما تحمل يا حبيبي، اذا انت شخص لطيف ومشاعرك يعني رقيقه وما تحمل يا اخي، شوف لك ابراهيم واطلع. الاعلام ترى انت هنا في غابه وحوش بياكلونك مكل. بارك في العليان يا رجل. معلش معلش والله بياكلونه مكل اذا انه ما تحمل الفتره هذه. خلاص مره نايف الاكلبي، اول مره يوصل للتمنع، اول مره يزعل نايف الاكلبي. يا شوف يا اخواني، ابو عنزي ترى مستحيل يزعل، مستحيل يصير مجرب ما يزعل، لكن اول مره اشوف نايف الاكلبي يزعل. والله الا حق يزعل يعني، هلام يعني يقول يقول لابو مناح، يقول لابو عنزي انا دباب الجماعه. انت دباب هوا، انت بعت على الهوا يعني. سبحان الله، ما انت مناقل علوم اخوياك ونقلت علومهم كلهم على الهوا. ما انت معطيني احنا فقره، انت ما قصرت، انت وزعتها على الهوا اخبار حصريه. نرجع 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 ونقول فيها بجديات للشاشه يا عبد الله العلياني وللجميع. فيه احترام للشاشه، فيه احترام لنفسك. انت شخص تطلع بعد، انا كنت اقول تطلع بعد 3 شهور، ما راح تطلع اعلامي نهائي اصلا بهذه العقليه اللي انا مع احترامي لك، عقليه عقيمه وسقيمه. الفقره اللي بعدها او المحور الجاي، قبل المحور الجاي ابو مناحي، كيف شفت نفسيات الشباب البارح؟ وين؟ في البرايم. في البرايم. إبراهيم واضح. إيش اللي واضح؟ يا أخوي مصلح، واضحة سريحة جدا. الإبراهيم الأول شوف كيف تعاطفهم مع بعض، شوف كيف التلاحم بينهم، شوف كيف التكاتف. والبارح؟ البارح لا، صاير عيون تقادح وريقهم يباس على بعض. الله لي بارك. تدري ليش؟ الله لي بارك. ليش طيب؟ الله لي بارك. إذا الجماعة يوافقون الرأي، فيه جوالات في هذه القرية، فيه جوالات في هذا المنتجع. ابو حمود تشوف ان فيه في جوالات؟ ما هو في جوالات، فيه من شركه ايفون، وفي من شركه سامسونج، وفيه شواحن يا تايب سي. بلد ابو كشاف، فيه ابو كشاف. لا ابو كشاف ما يسمى، في محل اتصالات. في محل اتصالات. طيب ابو عنزي كامل مكمل. ابو عنزي كانت البارحه خطرهم ماشي صدق. والله شوف، انا ترى تكلمت عن الموضوع هذا بعد ما قلت لكم ريان الساهري يعني قاعد ياخذ منحنى مو هم منحنى، وقلت لكم ان هذا بسبب تاثير الجوال. العيال معهم جوال، شباب الموجودين في المنتجع معهم جوالات وقاعدين يتاثرون بالهاشتاقات وبكلام الجمهور. والدليل ان حتى في جروبات بدات تفكك بنتطرق لها الحين. لكن موضوع وجود الجوالات انا متاكد وميقن تماما ان في جوالات داخل المنتجع وتأثر على الشباب وتأثر على شخصياتهم. وأنا أقول والله العظيم أسف للمتسابق اللي جاي وتاركنا هله وجالسن هنا في غربة، لا رمضان مع هله ولا صيام ولا عيد ولا وناسة ولا، وحاكر نفسه في هذا المنتجع علشان يعني يتأثر بتغريدة ما يدري من خلف هذه التغريدة. هل هو شخص يعني ناضج؟ هل هو شخص محب؟ هل هو شخص كاره؟ تخيل أنت يعني تأثر بتغريدة وأنت جاي هنا على أنك متسابق وحنا وأنا وأنا وأنا، ويجيك الكفش الروم هنا يديه تفرع من الكاميرا وصوته واصل لآخر الشارع هناك، وفي الأخير يتأثر من تغريدة. تخيل أني أقرأ التغريدة وتأثر منها ويروح يغير من شخصيته علشان شخص غرد.
حبيبي انت تعرف الشخص اللي غرد هذا من هو؟ محزن يا اخي. كم عمره؟ كيف نفسياته؟ وقت ما غرد هل هو محب لك ولا كاره علشان تاثر؟ والله العظيم اني اسف على هذه الشخصيات، ولو تبغوني اعدد اسماء جبت بالاسماء لكن ما راح. واجد واجد فيها اشخاص يتاثرون بتغريدات وبهاشتاج. كلهم كلهم يا اخي اسف على هذه الشخصيه يا اخي والله العظيم. تدري تدري ابو عنزي يعني المشكله ان ما في احد من المتسابقين يتاثر من حدث. انا ودي ان واحد انه يتاثر بحدث يعني يعطي الحدث حقه. خلينا نقول إن حصلت مناوشات على الهواء، وقع هذه المناوشات على المتسابق ليست كوقع التغريده على المتسابق. بالضبط. يعني تلقاه تلقاه على الهواء عادي يتقبل مزح ثقيل، ممكن يتقبل كلمه ضايعه او كلمه ما لها راس، لكن تغريده صغيره ما يدري من اللي خلفها تقلب الموازين، تقلب نفسيته يا رجال. انا يدخل مستانس مبسوط يقرا له تغريده يطلع يا ولد من متعومس. كاره البرنامج، كاره البرنامج. انا والله شوفوا ما لومهم، لان وجود ابو عيسى ما فعل. ابو عيسى حنا متسابقين قبل، ما اخذنا الجوال ولا قربناه الا يوم النهائي. طيله البرنامج الرجل ذا لا طال عمرك في 15 في 16 واضحه دور ابو عيسى يفعل. لا لا ابو عيسى فعل دوره. ما هو ابو عيسى بس يا ابو مناحي، ابو عيسى يحتاج فرقه التدخل السريع. ترى في فرقه اسمها فرقه التدخل السريع، ما حد يدريبها الا احنا. عندنا فرقه تدري ايش؟ احنا جاهزين. فرقه التدخل البطيء. طيب الفرقه جاهزه. طيب الـ 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 حمد المقطع جاهز يا مشعل؟ تطاول على الفقره. اعطونا العرض عشان بنعرج على المقطع اللي جاي. يا سلام. جاهز؟ لا لا لا. اعطونا المقطع. حلو. هذا كلام بركه، كلام بركه. شاعر انت. جديه بينه وبين ابو حاتم. عبد ما تبون. القد كلمة في جامع عن الله. بسم الله عليك. سلام سلام. تستمر. أنا أشوف أنا أشوف أن هذا تلوث بصري وشيء منافي للأدبيات للشاشة. تخريب وعدم احترام. مقدم فقرة رجال كبير، رجال محترمكم، رجال خسران من وقته، حاضر بدري وعنده فقرة ومقنن بوقت معين. يعني صراحة شيء مخجل. ابو حمود ايوه، واحد من شبانه جاء له في جنات النعيم قال يا ولدي من اقبل على 20 ولا اعرف وجيه المقبلات، لا تفرح ان قيل حي ولا تحزن اذا قيل مات. مات يعني كلكم رجال وان شاء الله انكم رجال. لكن يا اخواني انا اسالكم سؤال، الموقف اللي انتم قمتوا به او اللي سويتوه هل هو يمثلكم؟ يعني هل لو في واحد منكم مقدم فقرة وسوى أحد المتسابقين عندكم الحركة اللي انتم سويتوها هل تتقبلونها؟ والله كيف يتقبلها الشخص على نفسه؟ عيب. هذا خطأ. الخطأ هذا ممكن نتقبله من صغار أو من ناس ما تدرك. أنتم عقال. أكبر اثنين المهان والعلياني. يا رجال العلياني غير أنا عياني لعادي بلايمة في غخطاني خطيها. المهانة من لعادة ما يخليها. المهان الله يعفو عنه وعنك المهان من حفرة الدحديرة، من مطب المطب. تعرف ذيك السيارة اللي ثلاث مطبات وراء بعض ما غير تشلع؟ هذا أنت واضعك من يوم دخلت البرنامج وغير كذا، من مطبات المطبات. بالله توجه توجه، شوف لك مكان، شوف لك رتم، ركز ركز على محتواك. يعني ركز على شيء طال عمرك عشان طلعت إبراهيم الجاي وأتمنى ذلك، أنك تقول أني قدمته. اسقطت على زملائك، اسقطت على المقدمين، طلوع بمناظر غير لائقه. فهمتوا؟ ما في ما في ما في محتوى. لا هو صار من شر ولا هم معطي شر، كلها لا هم معطي خير ولا ممكن خير. ابو عنزي والله يا الربع انا اشوفكم مستغربين. انا اقول يعني اجتماع محمد المهان وحمد عفوا المهان والعلياني لم يتم حط صدفه، بل وافق شن طبقة. الله 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 الله. الأشخاص هذولا راكبين على بعض فعلا، طلعتهم وازعاجهم سوا وطيحتهم. يعني الشيخ قاعد يحدث اسلم 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 الله عليك اسلم الله عليك اسلم الله عليك. يعني يا أخي تخيل أن اللي قاطع الأفكار وقاطع الكلام الشيخ وقاعد يتحدث واللي سبب الضجة هذه موقف سيء. عبد الله العلياني والمهان يعني الواحد طوله أطول من الشيخ مرتين.
ويتسببون يعني او يسوون التصرفات هذه. والله العظيم تصرفات صبيانيه شيء صراحه يا ابو يعني شيء مخجل. طيب قبل لا انتقل المحور جهزوا لي ناصر الصلف يكون في الروم. ناصر الصلف نشوف فيه تصريحات وسوالف وازعاجات، وبعدين صاروا الشباب بدل ما يتكلمون تحت الهواء في الفتره الاخيره خصوصا الاسبوع الاخير صاروا يتكلمون بكل شفافيه على الهواء، شيء ينقال وشيء ما ينقال يا اخي تراكم صراحه والله تراكمات ضغوطات في جروبات في جروبات انحازت في جروبات طلعت منها ناس ودخلت ناس في ضغط نفسي يا ابو مناحي لازم ابو مناحي يعني فتاك ضغط نفسي يوم 17 يوم 70 وش بيصير انفجار يا اخي يوم 17 بيصير ضغط سبحان الله ضغط في يوم 17 اللي بيبقى اليوم 70 وش بتبقون خدتوا اللي عند الحين ما عاد بقى للعظام يوم 70 يا اخواني هدوا يا اخواني صحيح ان في ضغوطات صحيح ان في اختلافات وشيء طبيعي ويزينها خصيصا اذا انحلت دائما وابدا نقول ما كان تحت الهواء حلوا تحت الهواء وما حدث على الهواء حلوا على الهواء لكن الظاهر ان وضعكم طال عمركم انكم سكه شاورما تاخذون الصيخ من اوله تنزلون لاخره من فوق لتحت ابو شو اسمه ابو عنزي يا اخي هل انت تشوف ان بعض التصريحات اللي يدعون بها المزح او انهم يمزحون هي اشبه بالحقيقه او هي الحقيقه يا اخي اللي انا مستغربه ان الاشخاص هذولا يعني يخرجون بالمفردات هذه ويقولون الكلام هذا وهم يعني خارج اي ضغط يعني بالله يا اخي انت ما تقدر تمسك الكلمه قبل تطلع انت جالس متكي تقهوى مروق ومروق قدامك كاميرا يا اخي انتقل كلمات يا اخي هذولا لو تجيبي في لقاء ساخن وتحت ضغط وش بيسوي من جد والله بيجيب تاريخه قبل 20 سنه والله يا اخي انتقل كلمات الزينه يا اخي حتى لو في خاطرك شيء وعندك شيء على بعض زملائك وما تبي تحترمه احترم الشاشه يا اخي احترم الجمهور احترم القناه احترم الكيان احترم البرنامج والله ازعجونا بحنا اخويا وحنا نحترم بعض ومدري ويش قامت تروح ريحتهم ذا الحين قاموا يطلعون فعلا على حقيقتهم قامت تطلع الحقيقه وحنا باقي نهائي باقي دون رمضان كله وباقي دون العيد الاول وباقي دون العيد الثاني يا بعد المدى بعداه وذا لا جابوا اللي وراهم ودونهم اذا جهز ناصر بالغوني جاهز ناصر صبحك الله بالخير انا لله وانا اليه راجعون لا حول ما اسمعك يا ناصر صبحك بالنور والسرور الله يرضى عليك صبحك الله بالخير يا ناصر صبحك بالنور ناصر ايش تقول في المصداقيه في المنتجع وش اللي كذا المصداقيه موجوده في المنتجع ولا لا في مصداقيه في وضوح في شفافيه نعم كلها اصدقاء وكلنا اخوان وكلنا للاسف لا 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 مو كذا طيب حلو انت تشوف ان فيه وضوح وشفافيه ومصداقيه في المنتجع لباك والله اني ما اعرف ايش اللي تقول الكلمه ذي شفافيه ودي يعني وضوح يا اخي وش معناها وضوح الحين بعدين انا اقول لك بعدين بس انت الحين تشوف فيه صدق وفي وضوح موجود وفي تآلف موجود بينكم صحيح ولا لا توالف عن المحبه نعم صح ايه بالله في محبه في موجوده نعم طيب في صدق في وفي وضوح ايه موجوده نعم طيب ايش رايكم نشوف المقطع ونرجع لكم نقاده اي بالله اي بالله خلينا نشوف وضوحك بعدين نرجع هذه من طريقه ابو مناحي عارفه يمدحني ابو يكبش يلا اعطونا حقيقة فقط مع فقرة ولا سؤال بنت عمر كذبة أكثر من ستة زمع زمع كذبات اي كل يصرخ كل يقول أنا وأنا لا لا ترى ما عندي ما عندي لا لا جاب له سؤال فجاب ذاك مثلها نفس خلاص عدل يا جماعة حطها بهرج بسيط ناصر الكذب يحسب عليه والله طيب انا ما همني كذب اكذب بس يا ابن الحلال ليه اكذب احترام ليه تجيب نفسها احلام مثلا المباركه سالفتين كذا جندك جبت نفسها بس اللهم اكذبت فيها حريف ليه؟ لماذا تجيب سالفه كذب؟ صادق ليش؟ اقسم بالله الى مثلا قال فلان قال والله يا رجال نفسها وجاء وصار حتى اني سويت مثلك والله انا حصلت علي بضغطك قصتك نفسك اي طراها انا سالفتك صرخ عليك يا رجال هلا يا ناصر هلا بالشقردي هلا ابوكم زود وش معنى زمع يقول زمع ايه وقال يا اخواني الله يهديكم ترى زمع معناها سوالف ذربه
سوالف زينه مثل ما ينشدنا عن الشفافيه اللي بنشدك. هو ترى قصد شوف يمكن ما حد يعرف قصد زمع لنا والظاهر وصل اي والله ترى قصد ناصر زمع يعني سوالف زينه سوالف ترادف سوالف ان كان عندك سالفه طيبه اعطيتك طيبه ان كان عندك واحدة فيها زرقاء اعطيتك زرقاء هذا قصد الصلف مو كذا يا الصلف انا صدقتك بس صح صار روح انا صدقت ابو نعم انا صدقت ابو حمود واضح يعني هو بس طيب يعني ما عندهم سالفه لا لا يعني الزمع ازم هو الزمع قصدي الصلف الله يطول في عمره الحين لبسته الغتره لبسته الغتره زمعه يا مداري اسمع زمعه الصلف الله يطول في عمره هلا بنقول انه انسان واضح لابعد حد انه يقول السوالف زمع زمع يا اخواني يعني ما لها راس من كرياس يعني مهدفه احنا نسميها جبع ها جبع هو يسميها زمع يعني واحد يقول لي سنتين من السنين سافرت في ذاك الخط وبنشرت من تايرين قال الثاني لا اله الا الله انا البارحه توني بنشر من تايرين ناصر يعترض على القصه التي ترادف القصه يقول عطنا قصة جديدة شكله يا اخوان يعني عطونا صدق يعني هو قافتهم يعني ايه يقول عطونا صدق عطونا كذب عطونا زرق عطونا ملح ما هو كذا يا ناصر الله صحيح بس ترى سؤال ترى السؤال دي اللي يقول بها جمع وكذب مين في الغناء الله يرضى عليكم لا يا شيخ هذا سؤال جايبها معي من عرية عادي عادي خسائر عشانه يا ولد السوالف ذي لا مكان ولا بالهواء يا ناصر واحد اول شيء ناصر جاي من عرية بسوالف من زينة الله يهديه مبارك مبارك ترى تسبب مبارك ترى وجه نشب جاك طال عمرك ثم قال لك بعض السوالف ثم اعطاك اياها ثم شليتها اللي يجوز لك يا ناصر فاسمعه واللي ما يجوز لك يا ناصر من السوالف قم وخله وترى بعض الكلمات تحسب الراعيها انت يا ناصر تراك من الرجال المحسوب عليه كلمته في هذه القناه او في هذه البرنامج بعيد عن متسابقين الباقين لذلك انا لا اقبل منك تعليق هزلي ولا اقبل منك تعليق ترجع لمبارك لا ترجع لمبارك مبارك اخطا قل لمبارك وجهه نظرك وكيفك فيها اما انك ترد له لا يا ناصر سؤال اذا جايبه منك يا رجال لا يا ناصر خل منك مبارك مبارك بيطبح بك خلك هنا 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 خلك عليا عليا مبارك بيطبح بك طال عمرك الجلسه اللي ما تجوز لك رجاء لا تسقط قم وحط لك انشئ لوكيشن لك انشئ مجلس لك انشئ سالفه لك اجمع الرياجيل اللي بتعطيك اذانيها يقول نص السالفه الاذن خذ لك رياجيل طال عمرك وجز معهم مو انت قاعد مع مبارك مبارك يقول لك سوالف فيها زعق قلت والله سمع سوالف فيها كذا اي والله اترك من مبارك يا رجال روح ما انت مبارك انت وجهه نظرك انت انت ما انت انت ما تايد لحد انت لك وجه لحالك ولك وجهه نظر لحالك رجاء لا تنصاع لاحد يا الصلف اسمك الصلف ابو عنزي انا اقول تعليقك على الصلف ناصر الصلف اسم على مسمى ناصر شنو والله وسعدك كفو والله عليك حمر عين وعليك داري ما عليك زوج عليك تسلم يا رجال اعطاك اياه عشان يفتك من قريب اسمع يا ناصر اسلم صل على محمد يغرب منك عشان امدحك والله يا ناصر ان الرجال اللي مثلك ما يعلمون يعني والله انت تعلم الرجال ما عليك ما عليك ما هي رجال اي والله لكن في بعض الاماكن يعني انت توك جديد على الشاشه وجاي بواقعيتك وجاي يعني بحضورك وهذه الواقعية اللي نبغاها أن الواحد يسولف ويتكلم كأن الكاميرا مية موجودة لأن فعلا هذا الشخص اللي بينجح في واقعيته وهذا الشخص المطلوب بالبرامج الواقعية ولكن ما يتجاوز الحدود ولا يتجاوز الخطوط الحمراء بالضبط والله ركز على ولكن لازم يعني ما تجاوز الخطوط الحمراء ولا تجاوز أنك يعني تسقط على أحد يعني من المتسابقين أو تسقط على شخص حتى لو انه خارج الشاشه انت امام شاشه لها متابعينها ولها جمهورها واكيد الجمهور واكيد الجمهور يستانسون ترى على على واقعيتك وعلى يعني طبيعتك اللي انجيتها فينبسطون ترى الله يجعلني عند والله العظيم الجمهور تراه ما يحب الشخص المتصنع ويكرهه والجمهور ذكي يعرف الشخص المتصنع من الشخص اللي جايب عهويته انت جايب عهويتك يا صالح يا ناصر لكن انت لكن انت على انت على قولتهم جيت بالخيط ولا بالخيط ما عاد خليت شيء والله يا اللي في قلبي يطلع وده خطا ولا شو برنامج واقعي خليك واقعي نبيك تهدي شوي وتوقف على قولتهم ابغاك تسوي لنفسك كنترول تعرف وش الكنترول وش هو تعرف وش هو ولا لا وش هو ما تعرفه بريك يعني تسوي لنفسك بريك اوكي وش هو البريك خلاص عرف يعني يا ناصر تحكم بنفسك ما مو بكل كلام تقوله ولا بكل كلمه تنطلها انت وانا اخوك على جلسه وهدوء وروقان
لا تخلي يعني كلام عفوا تصرفات اشخاص ثانيين تستفزك وتطلع يعني الكلمات اللي ما تليق بالشاشه، حتى لو الشخص اللي موجود عندك او المتسابق اللي عندك استفزك بتصرف او بكلمه او بسالفه تنزل معاه او بواحده ولا ثنتين، انت لا يطلع منك الا الكلام الزين ولا يطلع منك الا الشيء اللي مثلك ومثل منبعك ومثل راسك. شفت دحين شو وجيهكم؟ ما ابشك ما في زمن. الله يرضى عليك يا زين السحاب يا زين الراعيه يعني. طيب يستحين دحين. لا, لا, لا انت ابو عنزي ابو مناحي، اولا طال عمرك انا اختلف معك يا ابو عنزي في كل ما قلته. اولا طال عمرك لا هو واقعي ولا هو صادق ولا هو على وضح النقاط ولا هو صحيح، ما هو على كذا في كذا وكذا. حاول من الشيطان يا رجال. بعلمك العليالي طال عمرك سالناه قبل المقطع وقال نعم بيننا خلافات. الرجال ذا اسأله سلطان السمي قال لابدر حن المصداقية وحنا وحنا يا مجال مقطع، قال هذا سؤال من عرية انا اقول هنا وانا صادق. لا 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 ما انت بصادق. بلا صادق. لا بالله ما انت بصادق. بعدين ابو جميع ما قلته ابو في المقطع اللي وراك يا سلطان هو الصح. أنا وجميع انت ما تبي تنكره ابو جميع. انا زعلان عليك. ليه 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 ما تقولي بالله ليه ما يثبت الصلب على كلمته؟ انا زعلان عليك ابو جميع. عندهم صدق ابن الله الرجل متصنع، ابن الله الرجل عندها كذب عندها خواش، ان كان الرجل عندها جمع انت تمرس. الله يمرس والله ما نمرس اللي قدك معي. ما عندك والله ما نمرس اللي قدك. ما صل على النبي. هذا من يتعود على النبي الله يرضى عليك. وهذا اللي عودنا عليه. انا ما اصر المري. انا ما اصر المري الصادق. ناصر المري الفزعه. صوت الحق. ناصر المري صوت الحق مثل ما لقب سلطان السمي. صح. وش قام سلطان السمي يوم وراك مقطعك؟ قبل يوريه المقطع كان قلت بالله ان كانكم تبون الصدق لا بالله الرجال ذولا ما عندهم صدق. عندهم صدق. الرجال ذولا متصنع. اني قلت الصدق. الرجال ذولا ما قال تسمع سوالف ذا وتقول ابدا نفس السالفه ذي وزعت عليك. اني صادق. جمعات دخل يدي. ليه دخل يدي. ما تشجعت. اسمعني. ووقفت. اسمعني. مبدأك وكلمتك اللي انت قلتها. يا ابو راحي صل على النبي. ما نبي صل على محمد. لا تقول صل على النبي. نبي عيوني. صل على النبي. الكلام ما يوكل. ما في عيوني. فيه طول عمري مصورتني سناب. ليه؟ ليه ما تحط سنابي؟ أنت خلي مخرب اللي ما تحط الرب. يا ناصر يا ناصر. يا رجل الحين نتكلم معكم صدق يا رجل. وأنا أتكلم معك صدق. وش أحط سناب؟ أنا أتكلم معك صدق مصورتني ما تحط الشارة طيب. ناصر. ولد ولد ولد. أنا صورتك عشان أشوف ردة فعلك أنت والشغموم مثل ما نبهنا عليكم قبل. لا حد يصورنا يا مقدمين لكم والله تسكون على هالبشايك. ها الشاعر الشاعر والمنشد بشر وليد. ليه ما قلت بيدي يا محمد مناحي مثل ما تتنقدنا ولا ترضى على بعض المقدمين لا ترضى على نفسك. الله والله الله يا دم تسجل منك يا مناحي. يا الربع يوم سلموني اليوم وجابوا الصوره بيضا الله ما سويت عشان اثبت لكم دامك المصور لي ما صار مهما تكلمنا حنا نصيحنا في قربه مشقوقه. اسمع يا حي دامك مصورني والله انا فدا. ليه؟ لان اتشرف اني اطلع بسناب. يا يا ناصر ناصر بغض النظر بغض النظر انت بتحرجني. انا ما رفعت الكاميرات عليك اولا الا انا ان شاء الله اني متشرب مكواث كن فيك يعني والله لكن انا ابي اشوف رده فعلك يا ابو مناحي. مناحي هل انت رحت في السناب وخليت النقطه الاساسيه؟ انت لا تصرفها في السناب. انت رد على الرجال. رد على الرجال. انت الحين عودت السناب رد على الرجال. هل كلامه صحيح محمد مناحي؟ لا مو صحيح. عارضنا معكم اخوكم في النقد بعد ترى لعبتي النقد يا ولد. رد عليه مناحي في لعبتك كونها لعبتك ملبس بدره وغتره. الله ياخذ عقلك. بدره وغتره وجيت تنقد بعد. اعتزم امحقني يا ناصر. ناصر ناصر سؤالي واضح. شو بس عدك انت؟ المصداقية في المنتجع في القرية كيف؟ المصداقية ثقة والسلمة اللي جبتها انا صادق فيها جابها من برا. لا ما لا لا انا ما تجيبها. لا لا ما تجيبها. قل انا خفت منهم وخفت من الانحرج وانتهينا. ترى ما فيها. قل الحق ولو بصوت مرتجف يا ناصر. انني صوت أنت صوت الحق. لا ترى ما فيها شيء يا اخي. يا اخي في ناس كذابين في منتجع عندكم يهلسون. سلطان ما خدمك. عادي ما خدمك. حقي قل يا ناصر ما فيها شيء ترى. قل اخي وجهه نظر. لا تقول جايبها من النعرية. عيب الكلام ذا يا ناصر. الى زل المزوح. الى زل المزوح. اسلم زل المزوح. لا تدخل في الجد معك دندن مره. شو بيساعدك راح؟ هل الرجال كلامهم كله ثقه؟ اي نعم. اسمعنا فداك. انت كذا انت كذا ما صدقت انت. ليه؟ هل كل رجال بيعجب كلامه؟ صل على النبي بعلمه. جاوبني إيه عشان برد عليك. هل كل رجال بيعجب كلامه؟ اني بجاوب عليك. تفضل. اول حاجه يطعم عمري ما نقدم عندي فسؤالهم كلها زينه. تبشرك طيب ومنها زينه. ليه تقول زمع؟ زمع
برا ما عندي شنطة برا. لا 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 الحين نقطت عمرك تقول زينة عندي ثم تقول سوالف أم زمعة يا أخي والله العظيم أنك نقطت عمرك وأنك أخطيت على عمرك. لا ما أخطيت. صل على النبي يا صالح. كيف زين عندك؟ صل على النبي. كيف زين عندك؟ سألمك لا عشان لأن الخافي ما أدري على الخافي. أنت تقول كيف سوالف معك؟ أنا أعطيك الصدق سوالف من كل يعني سوالفهم الكذب زينة عندك؟ وشو؟ سوالف الكذب زينة عندك؟ ما كذبوا. أنت تقول كذبوا. لا ما كذبوا عندي. خلاص أجلت الكذاب. أجلت كذبت عليهم. كذاب. احتزم يا أخويا كلها علي. أنا ما أخذكم كذاب. احتزم كذاب. احتزم كلها كذاب. ناصر الصلب كذاب. ناصر الصلب غير صحيح. ناصر الصلب غير شجاع يقول الحق. ولا صوت حق ولا شيء. كذاب. طيب شكرا ناصر. ناصر ناصر شكرا. شكرا لك يا ناصر. شكرا على مداخلتك اللي ما لها فائدة. شكرا. يبدو انه يتهرب او خايف من حاجه معينه. هو يقول انا 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 واخوياي كلهم صادقين. طيب نفداك يوم اخوياك صادقين ليه تقول بعض السوالف زمع؟ انت كذا السوالف منين جت؟ من السماء السوالف؟ سوالف اخوياك. اذا اخوياك صادقين بتكون سوالفهم صادقه. انت تقول سوالف زمع يعني اخوياك بيكونوا صادقين؟ ما تيجي نفداك. انت لا تنقض عمرك. اما اذا قلت كلمه فاحتمها. نعم السوالف زمع وبعض الرجال سوالفهم مجوزه. يا اخي ترك الصراحه زينه. بعض السوالف ما تجوز لي انا يا صالح. ما كل سالفه تجوز لي. السوالف فيها زمعه فيها طويله ذراع فيها قصيره قامه. يا اخوي في انت خبر ذاك بيت الشعر يا سعدون يا شعارم يقول بعض السوالف لبسوها شراعي مجلسها في بيت اهلها غنيمه شاعر. انا ماني بشاعر قالها. يعني سوالفكم كلها زينه واخوياك صح والسوالف الزمع معك يا ناصر من العيريه. الله يهديك يا اخي. الرساله بس الاخيره التليسة. اللي ابغى اقولها للمتسابقين يا اخي انت لا تقول شيء الا يعني اعرف انك بتسال عنه او ان الناس يعني يجي عندهم يعني لبس او تساؤل في كلامك اللي انت تقوله. في اخي مو من المنطق انك تجي تقول كلام ونجيب المقطع ونجي نسالك عنه تقول لا ما اقصد كذا لا ما اتكلم عن كذا لا اتكلم موضوع برا. الرساله هذه للمتسابقين كلهم يا اخي اذا انت قلت كلام اثبت يا اخي وخلك قده ترى والله ما حد قاصر راسك يا اخي. فكونا يا اخي من اللف ودوران والجبن هذا اللي والله رفع ضغطنا. تسيئوا لانفسكم وتسيئوا للشاشه. طيب جهزوا لي ريان الساهري في كونفشن روم. ابو حمود ريان الساهري باختصار كيف كان العشر ايام الماضيه؟ ريان الساهري اقول ليت ريان الساهري العشر ايام الماضيه نفس يوم دخل في التصفيات. نقطة آخر السطر. ريان الساهري يوم دخل التصفيات يا أخواني أنا من قابله في التصفيات ليس ريان الساهري الذي تشاهدونه الآن على الشاشة. ليش؟ كيف؟ ما أدري. أبو حمود تدري أنه ما عاد يبغى يركب الرحول؟ الله أكبر. يبغى يجلس على الأوت في الذا. يتصنع. يبغى يجلس على الأوت في الذا أسبوع يعني اصبروا له شهر كذا ثلاثة أسابيع يتغير والله بضبط ستايل. طيب يمكن يتغير الأحسن يا شباب. بضبط ستايل شفت؟ يكملها يركب تقويم. أي بالضبط. يسوي ليش؟ أبو مناحي يكملها يركب تقويم. أبو مناحي ريان. والله شوف ريان طال عمرك واضح وضوح الشمس. لا تمشي البيض على شلاقينه يا ريان. يملى عليك متأثر بكلام تقراه يملى عليك ما أدري أنا علي الآن. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. احنا نقول انه يملى عليك ولا هو ان شاء الله ما هو بيملى. انت اقرا روح تعال البس افعل. ترى هذا ما هو بنجاح. اي والله ما هو بنجاح. اي والله اعطوني ريان اعطوني ريان يا حي ريان تكفون يوم دخل يا اخواني. اها الله لا يبارك في لاوتك. خير يا ريان. شوف الاوفر سايد. شوف الاوفر سايد ان شاء الله دائما. صباح النور يا مرحبا ومسهلا. الله يا رجل شلونك؟ خير الله يبارك فيك ريان. كيف مشاعرك تجاه زملائك بشكل عام؟ الحمد لله مشاعري إيه ما في اي يعني ما في مشاعري أي ولا مشاعرهم لي؟ مشاعرك تجاههم. والله الحمد لله الحمد لله اشكرك. احبكم. ما في اي خلاف؟ جيت بالاوتار الحساسه. عادي. طيب شوف يعني على كلام عبد الله العلياني خلاف ما في كلمه خلاف يعني مشاد يمكن تحفظات. لا ما بدأ لا لا تعطيه من عندي. خليني بعطيه من عندي. ها حلو يمكن ما تعرف. يكون يعني وقفه خاطر زلت بسيطه حاجه بسيطه عادي جدا تصير بين الاخو والاخو عادي. طيب ابو حمود الرجل يقول ممكن يكون في زله او وقفه خاطر نبي نشوف الخطر ايش فيها. قبل ما نشوف خطر اخوياه ارحب ثم ارحب يا ريان ثم ارحب صل على الحبيب ثم ارحب تبقى اسمع 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 جنبك والله اللي كونك دم ولحم ولا أرجو منك لا إحسان ولا فضل.
انك من الرجال اللي راهنت عليها في هذه النسخه. اسمع اقولك اياه واحفظ المقطع لك للزمن، لكن انا دائما مع الرجل الخام اللي يجيك بواقعيته. انا لي طلب واحد، الخام الخام الصافي على جبلته، الصافي على جبلته. انا لي طلب واحد، اذا بالفعل في جوالات في القريه انا بطلبك فتره بقائك في البرنامج لا تطلع عليها، لانك لو اطلعت عليها بيتغير ريان اللي حبيناه وحبه الجمهور وحبينا شخصيته وحبينا واقعيته وحبينا الكاريزما اللي قبلناه علشانها. لكن ريان لو انك جيتني الليله بالكاريزما هذه والليله تصفيات لك والله لن تدخل، لاني رايت فيك تغيير ورايتك لست ريان اللي دخلت مع هذا الباب وفي هذه التصفيات. لذلك اذا كان في جوال سواء معك ولا مع اخوياك ارجع يا حبيبي لعهدك الماضي وبين ان كلامي صحيح وخلك على جبلتك اللي انا عارفها اللي من اول ما دخلت اللي تغيرت الايام التاليه. اما اللي بينك وبين اخوياك ولا سواء خطا ولا حزازيات، في الرجال يجي بينها سمحه وعوجه، سمحه وعوجه، وهذا حال الدنيا. السمحه والعوجه ترى ما فيها شيء، انت محمد صلى الله عليه وسلم هو المنزه من الاخطاء، عدا ذلك احنا بشر نخطي ونصيب، لكن اعرفوا كيف تعبرون ان في خطا، واعرفوا كيف تزعلون ومتى تزعلون. لا تجيبوا من تحت تحطون فوق، ولا تشلون من فوق وتحلونه تحت. كلامي واضح؟ ما عاد عندي شيء اضيف لك ريان. ابو عنزي تعقيبا على كلام ريان يوم يقول حنا ما عندنا مشاكل بس عندنا وقفة خاطر، هي نفسها. لا 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 بس اللهم عد الله العلياني جابها لابسة خيشة، لا جابها باسلوب، وريان جابها لابسة كرافتة بس، وهي نفسها. الخلافات موجودة والمشاكل موجودة والتناقضات موجودة، وهذا شأنهم وبكيفهم. هذا طيب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع تغير شخصية ريان أو انحراف شخصية ريان إلى شخصية ازدواجية أخرى. أنا أقول لك يا ريان، كيف زواجية؟ ازدواجية يعني عندك شخصيتين. شف شف خلني أعلمك. الانسلاخ من شخصية والذهاب إلى شخصية أخرى هذه كارثة في حقك، وكارثة في 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 حق يعني البرنامج كله. لكن شوف انك يعني تمشي بشخصيتك وتغير من نفسك وتغير من ستايلك، هذه ما نقول فيها شيء. احنا ما نقول لك لا تلبس، لا تجيب اوت في الثاني، لا خذ راحتك. لكن نبغى ريان اللي دخل، نبغى ريان اللي احنا نعرفه من يوم دخل. اي والله اي نعم. تنسلخ من شخصيتك الاول وتطلع بشخصيه ثانيه في خلال شهر، ما يمديك والله يا ولد، ما يمديك كذا. حتى بيصير عندك ايرور في اشياء ما انت بعرفها، في اشياء بتصدم في جدار تبي ترجع مره ثانيه يا ريان، ما في خلاص صراحه عليك. فانت خلك يعني يا ريان في شخصيتك يعني اللي انت حابها والجمهور حابها يعني، وحنا كذلك والله ان حابين شخصيتك يعني اللي انت دخلت بها وشخصيه ريان العفوي. لا تعاين في الجوال ولا تعاين في الهاشتاقات ريان، خلنا واضحين. انا والله العظيم ماني بقول الكلام ذا، والله لا ابي شو ولا ابيها محور، والله العظيم عن المطر يرش، اني ابغاها لمصلحتك واني اقول الكلام هذا بصدق. ريان انت متغير واللي قاعد يغيرك جوال. طب انت تكلم ولا ما تكلم؟ سم انت وش اللي تغير في شخصية ريان؟ ابى اعرف ايش عمرك. طيب اذا ما عرفتها اذا ما عرفت المصيبه يعني عشان لمس لبسته، اذا ما عرفت ريان تلعبنا فيها، اذا ما عرفت يا ريان في المصيبه. لا ريان 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 والله يا ريان ريان خليك معي ريان. بعرف وش التغير. لا انا ريان بس باخذها حبه حبه. انا بسالك سؤال بعدها بنتقل لابو مناحي مباشره. يلا سم طال عمرك ريان. الخلاف اللي مع الزملاء اللي انت تقولها او الخلاف اللي حصل، هل هو اثر عليك في البرايم؟ كيف يعني اثر عليك؟ اثر عليك في البرايم ولا لا؟ ايش؟ اثر عليك في البرايم؟ وش انا طيب انا ما فهمت. الخلاف خلاف ايش دخل الخلاف في البرايم؟ ما اثر عليك يعني؟ ما له دخل. وش اللي يعني ما له دخل؟ انت وش المواضيع ذي؟ ما له دخل. السؤال واضح، السؤال واضح من سلطان اسمي. اولا طال عمرك احنا ما نقول في لبسك، بالعكس انت افضل من الصلف. انت جاينا ب لا 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 تبديله تدي على الصلف. حبيبي 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 اهدى اهدى ركز معي. احنا نتكلم في ريان ما نتكلم طيب في تغير. انا اقول التغير اللي يقصدونه الشباب تصرفات ريان. وش تصرفات؟ الفاظ ريان. تعديات ريان. ايوه زين صحيح. اما في لبسك في ظهورك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، كحضورك الان وحضور الصرف لا انت افضل صح. منسق جنتل صح.
الصرف جاي بنظاره هو قطره وبدله وين؟ طب تعال دقيقه دقيقه حنا الحين انا اطلع انا بطلب انا بطلب من احد التصرفات اللي لك اذا موجوده سلطان السمي لا دخل بالمشعل. طيب الصباح اليوم محمد بن تعدي من ريان الساهري اذا موجود على الرياح. يا ريان 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 بس تكلم يا ولد. طيب ريان ريان انا راح اعطيك الفرصه الكامله بس لحظه والله العظيم لاعطيك الفرصه الكامله تم بس انا بقول لك في مقطع لك اليوم ايوه خلنا نشوفه ونرجع يلا اعطونا مقطع ال 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 ستار ابو مناحي انا سالت ريان سؤال قلت لك او قلت له الخلاف اللي مع احد الزملاء اثر في البرايم او لا هو ما فهمني فهم لا هو ما فهم هو يستعبط ما يبي يفهم ما يبي يفهم اخوياك يوم جوك اثناء رجوعك اعلان رجوعك من عادل هيف كلهم جوك فرحانين طيب انهرج ولا ما انهرج لا اهرج طيب يلا ايها ولا انهرج من تحاك يا محمد مناحي الله يرحم ابوك تفضل اول شيء طال عمرك يوم اني في البراي والله العلي العظيم اني قايل له قلت له طلعت انا لا احد يطمر لما رفيق اسمعني خليني بتكلم انت عيونك تلفصها يلا عندي رياجي عندنا رجال بيطلع هذا وجه ثاني ما به عدا خوي لي ولا ما عدا هذا ما يدل انه يكره ولا يحب انا ادري وش في قلبه خويا يا دريبه حبيبي بعيدا عن هذا كله بعيدا ان كان تملي عليهم وهم ينفذون بعيدا عن ذلك يا اخي في رده فعل في رده شعور ايشك صار على النبي يعني الرجال ذولا كلهم اللي جوك يسعون ما عبروا بكلمتك اسمعني يعني دجوا كلمتك اللي سمعوك ثلاثة سبحان الله يوم رجعت اول شيء هذول كلهم ما يسمعون كلام ريان ولا سمع كلام ريان الا شخص من هو الشخص هو ابي ابي هو يتجرى ويقول فلان ابن فلان من هو وش انا ما راح اتكلم تكلم يا ريان اخوي الناقد محمد بن ناحي يقول يوم جاك الزملاء كلهم المتسابقين ايوه كلهم جو وسلموا عليك فرحانين بعودتك الا شخص اللي بينك وبينه خلاف شخص بيني وبينه خلاف باقي واحد هم كلهم جوك الا واحد من اللي انت قلتها ولا اللي طاف يلا يا رب انك ترد عقولهم لهم اللهم امين بس اول شيء طال عمرك الرجال اللي ما جاء بعكازاته لا 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 خل اللي بعكازه خل اما بيني وبين اسمعني اما كلمه بيني وبين احد خلاف والله مع ذا المطر وحزته ما بيني وبين احد شيء استغفر لا لا تحلف يا ريان استغفر الله يجوز هرج من دون دين لا تحلف يا ريان يمكنه هو بخلاف يمكنه يا ولد ضرب طيب ابو مناحي بيشوف الصوره بيشوف الصوره طيب مشعل جاهز الصوره عطنص اوه العكازات هذا بعكازات ولا لا لا ما عكازات عطوا هذا بعكازات ارد على الموضوع ليه؟ ولا ما ارد ليه خلي يتجرى هو اللي سال الساهري محمد بن ما يتجرى عبد الله العلياني وقال نعم لا اسمع ومشيتوا على حدوة مشيتوا على جرة يقول انت على ما قال عبد الله العلياني لا تاخذ بالشيء اظهر قول مثل اسمعني خليني ارد عليهم لحد يجيني لحد يفعلني مو بصحيح يا ريجي يا ولد اسمع الله يرحم ابوك اللي جابك اسمعني انت لا تقوم تصايح رد يا ريان اسمعني اول شيء اللي بالصوره متعب بن رقعان هذا اول شيء ثاني ما به اللي بيني وبينه متعب بن رقعان اكبر من اللي الشيء بيني وبينكم هذا اول شيء ادري وش اللي بخاطر رفيقي ثالث ما به حنا الرجال ادري وش اللي بخاطر قعد ما جاني جاسم في الغرفه هذا ما يدل ان رفيقي جاي في خاطر عليه شيء اي تبسه وطلع سنونك لا فيه مواري يا رجال انت محمد مناحي تاخذ الرشاح وتصيح وتدوح ومدري وين تروح لا وين صار على موضوع طيب ريان موضوعي رفيقي ادري وش اللي بخاطر اخوي ريان رفيقي ادري وش اللي بخاطر اضحك على ترقيصك لا تضحك على العقل اللي طار دمدم الامور ابو مناحي دمدم الامور ما تقدر تتكلم يا رب مقطع بس بعد بس مقطع تسمحوا لي اعطوني المقطع الولد مات يا لا اعطوني المقطع اي روح بعدين بيطلعني انا يدخل ريان معه انا ود انه تدرون اوه 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 اوه
تحيه تحيه طلب 82 وانضم للجروبات اللي تبون انتم. لحظه ريان ريان لحظه لا تاخذني بالصوت، تقول لا تاخذوني بالصوت. متعب ما قام لك هذا واحد. اثنين قال طلعوني ودخلوا ريان. ليش ريان حاله؟ يا سلطان 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 ليش ريان عادي عادي نفداك. اول شيء اخوي ريان ذكي لدرجه هو شوف لو طلب الانضمام ل 82 ترى ابسط حق من حقوقه. ليه؟ لان 82 ناجح وهو يقول من جاور السعيد يسعد يسعد سواء 82 سواء غير 82. ريان حق من حقوقه طال عمرك انك تتخلى اي جروب صحيح؟ تكلم طيب بس اسمع استاذ تعليق خليه يخلص خليه يخلص طيب اتكلم انا خليه يخلص اسرع ابسط حق من حقوقه عشان ابو عنزي ابسط حق من حقوقه طال عمرك انك تدخل في اي فريق تبيه او 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 تدخل في اي شخص تأنتم معه تبدع انت وياه ما فيها شيء هذا ابسط حق من حقوقك. لكن 82 طال عمرك ناجحين طيب نجاحهم طال عمرك الله يوفقهم فيه. لا تتمنى خروج واحد عشان تدخل انت. ليش تتمنى خروج واحد؟ ليه ما تنضم لهم زايد؟ يا سلام يعني قول اللهم ارزقهم بخاطر الجروب 82 على خشمي قول اللهم زد لهم زدهم وبارك لهم وعطني مثلهم ولا اخشرني معهم. ما هو بتقول واحد يطلع وادخل انا هذه هذا ما هو بزينه يا ريان. طيب دقيقه نرد تفضل. اول شيء انا قلتها بلسانك انت كانك تقول يا ريان بن بدر انت تقول واحد يطلع واضم هذا اول شيء. هذا طال عمرك انت من وين تجيب الكلام؟ لسان حالك ذا هو قلت اسمعني انا قلت لي الشرف اني انضم للجروب هذا اول شيء. انضم ثاني ما به كلنا الحمد لله على بعض. انتم جبت الجروب من روسكم. انت اللي قلت هذا. لا اصبر 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 قلت محمد يا محمد مناحي لي الشرف اني انضم للجروب. اقول ان شاء الله كذا اكدت المعلومه. متعب قاطع متعب قاطع 82 قالها بلسانه. نعم انت اكدت الان معلومه. انا لي الشرف يا صالح مكسر اني انضم للجروب 82. طيب معناها يا صالح طيب اسمعني عاين عاين طيب يعني محمد. يا رب يطلع متعب عاين عاين هنا يا رب أصبر. يطلع متعب أصبر. وادخل انا اول شيء طال عمرك ما فيها شيء ترى بس هو ليش ما ادري الشاده ترى ابو عنزي ابو عنزي دقيقه بس ابى ارجع لك ريان. ابو عنزي ليش حنا نلف وندور ليش ما هو بضعف في ريان ما لقاله جروب قال خلني ادخل مع الجروب الاقوى. والله العظيم توني بقوله اقول دخول الشخص يعني او محاوله دخول الشخص الى جروبات هذا دلاله على ضعفه ودلاله عن الشخص هذا بدا يضيع وبدا يتوه ويبغى شخص يوجهه. فرسالتي انا للاعداد يا اعداد خذوا ريان اجلسوا مع جلسه كذا خفيفه ولطيفه يعني ركزوا له على امرين. الامر الاول شخصيه ريان الازدواجيه. الامر الثاني انضمام ريان لجروب 82. انضمامك خلني اخلص واعطيك المجال. انضمام ريان للجروب هذا يعني ريان بدا يسقط. ريان بدا يفشل لانه يتابع والله العظيم حنا قاعدين نتكلم في ريان لنا اسبوع يا ريان يا ريان يا ريان وريان شفت اللي منزل حذيانه وداعس ما عاد يشوف احد ولا عاد يسمع احد. يا ريان انتبه ارجع عود تراك ضايع ترى والله العظيم انك رايح انفديرته ما فيها الا والله لا قرب 82 بسارينك ما سر انفسهم يسرونك. وبل بالعكس انا اشوف ان محاوله متعب الذكيه في انه ينصلخ من الجروب هذا ويطلع ويورط ريان هذا ذكاء من متعب وبدايه جيده من متعب وبل اعلان يعني غير مباشر من متعب ان هذا الجروب فاشل وانا ابغى اتجه لحالي وعلى وجهه بينه. انا اشوف متعب يعني بدا يسيطر على نفسه بدا يعرف نفسه زين لكن ريان العكس بدا يضيع وبدا يهج في ديرته ما فيها الا يا ريان. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني رساله رساله صغيره بس رسالة صغيرة لا عاد تحلف. طيب بعلمك لا عاد تحلف وتقول حنا كلنا والله كلنا لأن في واحد من زملائك المتسابقين جاء على البث وقال يا ريال لا عاد تحلف. طيب لا عاد تحلف طيب لأن فيه تحزبات فأنا أقول لك لا عاد تحلف. طيب انهرج ولا زميلك أعطاك رسالة حنا نعطيك رسالة نقول لا عاد تحلف. ما أنت مجبور تحلف على الناس يا أخي. بعطيك 25 رجال تحلف عليهم ليه؟ بعطيك والله بعطيك بعطيك والله بعطيك والله انا حلفت طيب خليني برد الله يرحم ابوك. يلا طيب هسم سم سم اول شيء يا استاذ صالح المكسر يوم تقول ما ادري وش تقول القرب انتم القرب انتم اللي مسمين لا تقلد. طيب انت سولف اسمعني يا سلطان على ابوك فجاه خليني هلك يا اخي حقيقه يا اخي خليني بفك الباب حقيقه يا اخي اصبر خليني بفك الباب انا انكتمت اسمع ايه بدري بدري اسمع ولا الحرارة الصدق يلا يلا يا ريان اعطوا فرصة اعطي ثواني. اول شيء طال عمرك قرابة 82 هذا انتم سمين جايبينه ولا ما ادري من وين جبتوه. انت خلوني احرج ها يا ريان يلا يلا خلوني احرج يلا ثاني ما به
الحمد لله قلوبنا على بعضنا. إيه الله اسمعني يلا يرحم ابوك يا محمد مناح. طيب ما تبعلك كمل ما عليك. إيه اما كلمه ريان صقر والله العظيم لا دريت عنكم ولا دريت عن نقدكم وانكم ضايعين. طيب ويا اسمعني وكلمه عبد الله العلياني يقول اشهار بيشيل 25 رجال ضيفوا عليهم ثلاثه من حقين النقد. طيب اشهار طيب بيضمكم معنا السواق. طيب اسمع محمد مناح يا ريان صقر دقيقه اسمعني اسمعني يا ريان يا سلطان اسمي لحظه حرف العيادات لحظه ريان بدا يفقد عقله. لا 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 اولا هرجكم ضايع. اولا ريان خل الجروبات وخل اشهار يناديك اشهار يناديك الساعه 6:29 دقيقه صباحا. وين ريان الساعه ايش الساعه 6:29 دقيقه وين ريان في القريه؟ والله ما ادري والله انت ما انت انا اقول لك وين. خليني ارد خليني ارد التصرفات التصرفات اللي يقولونها الزملاء والامور اللي انت تسويها تقول انا وش سويت انا ما غير لبسي. اولا انت لك 16 يوم واليوم اكمال 17 يعني امس لك 16 ها. كيف تخاطب كاميرا تقول يا مخرج عطني الكاميرا ذي؟ هذا تصرف تغير. هو تصرف متسابق كيفي انا هذا على خصم هذا يدل على انه يغلى عليك. تدري عليك تخاطب الكاميرا تدري عليك عليها خصم عليها تعديات لكن انت واضح اسوي اللي اسوي انت بغير تقرا وتطبق ومبغي اتحركم من يمين ويسار حضرتك يغلى عليك وتنفذ يا ابو مناحي اسمعني يا محمد مناحي. اما من ناحيه الجروب 82 كيفي حنا اللي حنا اللي ابدعناه وحنا اللي قلنا لا ما نعم قلت لك اسمي شاطح انت اليوم اكدته اشهار يديك اشهار يديك يوم قال ميدك صالح المكسر جروب 82 قلت انا قلت جروب 82 هذا يدل على السمبوسه جبها 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 قالوا فعل تحرى السمبوسه اسمعني 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 اجعل ابوك مجنن اسمعني يا اخوان يا اخوان ما له لايم يا اخوان اول شيء لا لا صيغه قانونيه انا اطالب من الكنترول واطالب الاخوان الكنترول بخصم 3000 نقطة على ريان الساهري اللي مخاطبته الكاميرا واتمنى اني اشوفه والله ما دروا عنكم انخصم عليك بكيفنا نعم انخصم عليك والله ما تدري شيء والله وهو بتخاطب الكاميرا والله ما تدري شيء والله ما تدري حدث العاقل بما يعقل يا ريان اسمعني ريان اسمعني ريان اولا انت متوظف انت رجال يعني لا تدير رجال ما عندك شجاعة اسمعني تقول بيني وبين متعب الرقعان خلاف وعلى بناءه كذا وكذا وكذا اسمعني 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 في الاولة قلت انا انبه اخوياي ضايجون يا ابناء رجلتي للقرية يا محمد يا حبيبي اسمعني بدري عليك تنضم بدري عليك تنضم اسمعني 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 خل بدري ما بدري عليك انا اتكلم اشهر يناديك ثاني شيء انت ناقص هنا انت عليك لذلك والله لا تدري شيء ما اسمع ما اسمع ما اسمع يا محمد مناحي طيب ابو مناحي ما غير تاخذ بالصياح يا ريان ولا تدرون الله حاطك في قربة مشقوق نسولف يا ريان. طيب اسمعني لحظة 30 ثانية ريان اعطوني ماء لا لا 30 ثانية ليه 30 ثانية اعطوني ماء شكرا واحترم وجهة نظرك ب 30 ثانية طيب لا لا طيب يا ريان ريان لا لا احترام الريان 30 ثانية تتكلم فيها بعدها انا بننهي معك يلا يا ريان ها 30 ثانية تتكلم فيها بعدها بنقفل معك يا ولد انا طالبك ما يبي 30 ما تبي 30 يا ريان من حقك اسمعني ها اول ما به ها ثاني ما به رفع قيلوني الله يرفع قيلوني لا حول ثالث ما به محمد مناحي والله لو هو اللي بيسترجع ارفع صوتك ما نسمع يا محمد خلني احرك طيب بس اللي هرج صالح اللي هرج صالح قام يخيل ان الناس كلهم محمد طيب يا ريان انا لله وانا اليه راجعون ريان الله يعطيك العافيه اصبر يا سلطان اعطيتك طيب يلا نعطيك 30 ثانيه يلا يلا محمد مناحي والله العظيم له باللي يسرحها في القناه وله باللي بيضويها يوم يقول خصم ما خصم ما ادري وين طيب هذا ثالث شيء رابع ما بتهرجون بقروب ريان طايح الريان والله لا درى عنكم ولا ليش تشك حسين ولا ترى الطيب حسين القطان والله يا كرمكم ما درت عنكم وحلاسه بحسابه طيب. وانا اشكر نفسي انا اضافه للبرنامج واضافه اني دخلت وقبلت جلست عندكم في ايها النقد شكرا 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 يا ريان تاكدوا لي بس من من اولا يا اخوان بارك الله فيكم هذا دليل على تركبات عند ريان ترسبات ترسبات او تركبات او ضغط زين اولا كلمه وانا اخوك كيفي خاطب الكاميرا غير صحيح ما يحق لك بدري عليك اصلا بدري انت الان حتى ما قوى عظمك في البرنامج
ما يدرى انت ما باقي يشرب حليب باقي 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 عادك ما بعد التم الحمك ولا عظمك تخاطب الكاميرا يا مخرج عطني ذا مهم صحيح الكلام ذا مهم صحيح توجه المخرج على كيفك هذه الاولى ولكن ارجع الفؤاد النجم فؤاد ابن عبد الله قال انا ما الحق الكاميرا الكاميرا تلحقني الله 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 هذا ثقه هذا فؤاد هذه ثقه بغض النظر عكس الرجال اللي يقول يا مخرج عطني الكاميرا اللي هنا وزودا على ذلك وش تبون علمكم وش يبي بالكاميرا يا اخوان شر البليه ما يضحك وش يدعي يدعي طيب يدعي بدون كاميرا طيب يا اخي يا اخي الدعوه في الخفاء يا اخي ما تد يعني تبي الناس يسمعونك كذا والله يدعي شفت المحزن شفت المحزن شفت المحزن لا كارثه انه تغير هذا دليل انه متاثر اخر ما بقول لك فؤاد عبد الله نجم متعب الرقعان نجم انت مشتت اه مهم صحيح كذا مهم صحيح ولا اخوك فش فش فيها وراح تشوف مع الايام انك ما غير جربة مشقوق ما حالك علم ولا عليك علم ولا عندك تبقى شيء ما تبقى لا دقيقة الربع بعد اذنك ابو عيسى مساك صبحك رب الخير الله حيه شفنا بس ريان تعبان شوي وثارن عليه قالون انتبه له الله لا يهين لا لا قل له قل له في علاج عند فؤاد عبد الله ماخذه من بوفيه الاحسان ياخذ من اي صح صح إيه صح بوفيه الاحسان شغل فرقه التدخل البطيئه انت طيب طيب ابو قبل نسحب عندك شيء تبي اي والله تكفى عندي رسالتين الرساله الاولى طبعا من فريق دعم عايض بن محمد فريق دعم عايض محمد ايش يقولون يقولون يا عايض احنا نتعب ونشد وندعم نبي عايض يتعاون معنا يتفاعل يطلع بكثره للجمهور يشد حيله ما يصير كله نايم ومختفي رسالة من فريق دعمك شد حيلك أبرز ما فيك للجمهور خل الجمهور يعرفك المعروف الجمهور يستحق منك أكثر يا عايض محمد يعني جمهورك يصيح فريق الدعم يقول إحنا هناك نتعب وأنت نية مندس راقد ما هو منطقي يا عايض محمد الرسالة الأولى الرسالة الثانية طبعا اسمعوها زين أخوي المتسابقين فقرة النقد شيء مهم بالبرنامج حتى لو تم استفزازك أخي المتسابق ولكن هذا لمصلحتكم بعد ما تطلعون من البرنامج اكيد بتواجهوا الناس كثير سواء تحبكم سواء تزعلكم احنا نهيئكم للمجتمع الحقيقي او للاعلام او للساحه الاعلاميه يعني ترى فقره خذ العلم تراها لكم تراها تظهر جانبكم الجميل لا تهجمونها تراها اساس نجوميتكم واسس واساس حلو اسس واساس تاهيلكم للساحه الاعلاميه الفقره هذه يعني اذا ما اهلناكم وجهزناكم صدمه خارجيه تطلعون يعني تبغون نطبطب عليكم نطبطب عليكم نطبطب عليكم تطلعون من ذا البرنامج ما حد يطبطب عليكم يا اخواني الفقره هذه ترى لكم قبل ما تصير لنا لكم اهتموا بها اعطوها حقها اللي يجي للكوفي جروم يعطيه حقه اللي عنده سؤال يجي سؤال يجاوب بكل وضوح ولا تناقض عمرك ترى كوفي جروم مثل ما يقول لك احيانا يكون عليك واللي جينا مضغوط من زملائه او متسابقين ضاغطينه لا ينفقع عندنا اظهر 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 جيدك كقصاد وغير كذا رساله للمتسابقين اذا طلعت في كونفشن روم حاول انك تناقش الفكره يعني احنا نعطيك فكره وراي وتساؤل انت ترد علينا ما هو بتخرج عن السياق شخصك الكريم ما له دخل ولا تحدثك بالطيب ترى شخصه مو كريم الشخص الكريم المتسابق احنا ما نتعرض للشخص احنا نتعرض لفعل الشخص انت كفو وانت رجال انت جايين ادري انه متعوب عليك وادري انك عاقل لكن احنا نتناقش فعلا انت فعلته شخصك الكريم ما لنا دخل فيه الفعل اللي ناقشناه ردنا على الفقر لا تشخصنون الامور بالعربي بين قوسين لا تشخصنونها فعلا طيب عشان الوقت ودنا نشوف مقطع لريان وهو يدعي اما جبتوه عشان كلامك ينصر دينكم يا شيخ اذا جاهز مشعل ينصر دينكم اعرض لي المقطع اعرض لي المقطع اليوم مخرجنا عطنا الكامبي ضريقي انا ما اشوفها بشرك من دياب اني امشي اما تشوف صوبي اول شيء اقول الحمد لله الحمد لله اللي رزقنا ذا المطر في شهر فضيل الحمد لله في يوم فضيل الموضوع جا صوبنا بشرك روح خليني بعلمك اول ما بقول تقدر تدعي بدون الموضوع جا صوبنا بدون تطلب كاميرات بدون اي شيء لكن لعل هاللقطه وهالمقطع يكون درس لك يا ريان طيب ابو مناحين بنسحب التاج الان قبل لا اسحب من الهاشتاج الان بسحب ولكن رساله الى ريان بيوم قال انا اضافه للبرنامج لو انت اضافه للبرنامج ايش قاعد تقدم؟ ما قدمت شيء بغيت اسحب الكاميرات
اعطونا الكاميرا ذي اعطونا ذي الكاميرا ذي ما في شيء ما في ريان ما بعد عرفنا عنها الحين شيء ريان بس ينافس على جروبي بيطلع الحالة ولا بصحيح بسم الله قولي وقف 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 وتجاوز التسلسل هذا إيه؟ سلاسل تجاوز سارونة يستاهل علي مناحي علي مناحي أول 100 نقطة لعلي بمناحي من سارونة ثاني 100 نقطة عند أبو عنزي قل لي وقف وقف محمد بن جامع من غند ثاني 100 نقطة محمد بن جامع من غند ثالث 100 نقطة أبو حمود استعجل أبشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوانه واحد يقول لي وقف يا أخواني وقف للنادر محمد بن جامع من فنان المطيري هذه الشاشة للي طلب طبعا عشان المصداقية وتلبية لبعض الجمهور يستاهل يستاهل ثالث 100 لمحمد بن جامع طيب رابع 100 نشوف وين تروح للسلطان الدغيم او سلطان دغيم اتوقع سلطان طيري سلطان اتوقع طيري. سلطان طيري رابع 100 لسلطان الطيري طيب شكرا لكم نقادنا شكرا لكم مشاهدينا على مشاهدتنا لفقرتنا الاكثر جدلا وامتاعا وابداعا خذ العلم اسلم وسلم لقطه ختام وشوفكم بكره تصبحون على خير اللي يعرف فيصل اللي اجتمع جميع المتسابقين على ابتسامته الطيبه اللي دا يوزعها تحت الهواء ولا فوق الهواء ونقول دائما وابدا فالك التوفيق في هذه المرحله بالابتسامه الطيبه هذه قلبك وش يقول؟ الله يطول عمرك يا مشعل منا شهادتي فيك خص انت مجروح الله يطول عمرك على وقفاتك على علومك الغانمة على الشيء اللي تحاول تقدمه لنا الله يرضى عليك واللي يطول طال عمرك علشان تقوم هذا جهدكم اسمع خلي اعبر على شيء هذا الكنت خص الله يطول عمرك تتعب واحيانا والله ما تطلع من هنا للساعة 9 علشان تقدم اللي عندنا الله يطول شكرا على كل شيء هذا مشعلي لك انت اما بخصوص العيال الله يوفقهم وهذه بداية انطلاقة لهم وبداية انطلاقة لي أنا فعلا يا سلام وشكرا إبراهيم الحسين وشكرا صالح الحسين على ما قدمتوه الفرصة الذهبية هذه وأنا ابن القناة يا سلام طلعت ولا بقيت يا سلام الله يطول عمرك نقول إن هذا وفاء فيصل بن شداد لهذا الكيان نعم تشوف إن 16 يوم هذه كانت كفيلة إنك شفت لازم إني أنا أكون إنسان بهذا الوفاء لهذا الكيان اللي قدم لي الأشياء طوال 16 يوم هذولي لو وش ما أسوي مستحيل أني أرد جمايل القناة علي شكرا من القناة على تجاوبهم على علومهم على أشياء اللي قدمونه لنا فيها أشياء تحت الهواء ما حد يدري عنها شكرا قناة الواقع على كل شيء شكرا لأبونا إبراهيم الحسين وصالح الحسين شكرا على فريق العمل الكامل تعرفتم من تختارون جعل ربي يوفق هالوجه سبحان الله دائما الإنسان اللي بيترك فعلا بسمة طيبة جعل الناس كلهم يتركونه مثلك يا فيصل بن شداد على علمك الطيب وهنيئا لمن ربوك على هذه الترباية الطيبة وموفق خير يا نجم شد حيلك فيصل اوه يا 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 فيصل يا ولد مالك يا ولد انت